وبعد انقطاع طويل بسبب الحرب، بدأ فنانو مدينة عدن العودة تدريجيا إلى ممارسة أنشطتهم حفاظا على تراثهم من الاندثار. نبيل اليوسفي والتفاصيل. في هذا المنتدى الوحيد بمدينة عدن يتجمع الفنانون والملحنون والعازفون مرة كل أسبوع لإحياء تراث هذه المدينة. منتدى بهيصمي يسعى جاهدا للحفاظ على الأغنية التراثية العدنية التي تمتد جذورها إلى عشرات السنين في ضوء توقف الإذاعات المحلية والتلفزيون الرسمي في المدينة منذ بدء العمليات العسكرية. مش فقط أنه في فرقة رجال ذكور، عندنا في الفرقة إناث فنانات من أحسن الفنانات. دربنا في فترة المنصرمة أكثر من 35 فنان وفنانة، وخرجوا الآن إلى العلن. ألحان جديدة وبعضها قديمة يقدمها هؤلاء الفنانون وبجهود ذاتية في وقت يناشدون السلطات المحلية في مدينة عدن بالاهتمام بالأغنية العدنية قبل أن تطغى عليها الأغاني الهابطة.